فجأة، وعن شباب كثيرين من الجنسين ذكورا وإناثا يقضون نحبهم وهم صغار السن، فهل موت الفجأة يعني دليل أو إثبات على سوء الخاتمة أو على حسن الخاتمة أو تبع الحالة التي مات عليها؟ أن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. يعني المؤمن يعني يستريح من عناء الدنيا، قد أتم الله عليه النعمة بأن أخذه عنده، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الإنسان هذا كان ملتزما، ومن كرم الله عليه أنه مات بهذه الطريقة قبل أن يسلك مسالك أخرى أو تحتويه أو تحتوشه شياطين الإنس والجن. أما المصيبة في هذا الفاجر الذي لا يتقي الله ثم يموت فجأة، هذه كارثة، يعني كارثة ليس لها يعني تعويض. ليه؟ لأنه لم يمرض مدة يمكن يراجع حسابات، ولم يقع في ورطة كبيرة حتى يستعيد ترتيب أوراقه مع نفسه ومع الله عز وجل. فموت الفجأة فعلا راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر، هذا أمر. فالعجب والعجاب ممن يقول أنا منتظر إن شاء الله شهر رمضان القادم حتى أبدأ صفحة جديدة. من أدراك أن تعيش لرمضان القادم؟ ما الذي يضمن لك أن تعيش لأول شعبان مش أول رمضان؟ ما الذي يضمن لك أن تعيش إلى الصباح إذا كان الوقت الآن مساء؟ ما الذي يضمن لك أنك إن صليت العشاء أن تصلي صبح الغد، أو صليت الظهر اليوم أن تصلي العصر؟ من الذي يضمن؟ لا أحد. فالإنسان حتى عندما نأوي إلى فروشنا بالليل نقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمتها فاغفر له، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإذا استيقظنا وكنا على قيد الحياة واستردت الحياة لنا بإذن من الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأنا أنبه يعني من كرم الله خلينا معتمدين اعتماد كل بعد الله على أن نصلي الصلاة في وقتها، الصلاة لوقتها. ليه؟ لأنني سوف أموت إما بعد صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. يقول آخر ما صليت ونطقت بالشهادتين وأحببت لقاء الله، وأنا أقول وأردد وكل المسلمين يرددون 17 مرة على الأقل مالك يوم الدين، فأنا ذاهب لمالك يوم الدين في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كثير ممن حولنا من شباب وفتيات وصغار السن فجأة يأتيك خبر أن فلان قد مات، لا مرض، لا جائحة من كذا وكذا، لا دخل مستشفى هنا أو هناك، ولكن سبحان الله العظيم إنما لما حان حينه لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لي يعني من المريدين والمحبين شاب كان أعتبره أحد أبنائي، من يومين سبحان الله فجأة بلغت أنه يعني كان في يعني ريعان الشباب كامل الصحة، ليس عنده تاريخ مرضي مطلقا، أن روحه صعدت إلى بريه وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نقول إلا هذا الكلام، ولا نقول أبدا ما يغضب الرب كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا الحقيقة أستحث بهذه الحادثة التي حدثت وهي لكل الناس عبرة وموعظة، وسبحان الله الإنسان يتقي الله ربه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم أحسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها، وارزقنا يا رب قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت كراما ومغفرة ونعيما. رحم الله يعني كل شبابنا وبناتنا وكل أمواتنا وأموات المسلمين، وتغمدهم برحمته وألحقنا بهم في الصالحين. اللهم لا تحرمنا أجرهم.